شافي ماشي يصلح لسه السنيان، بيجري في السنيان معاه هارتوني، و السنيان برضه بيحاول محاولة جيدة يا سنيان، يا سلام يا وقف، يلا بالراس الميت وبالمرمى هدف، الهدف المجهود الكبير له في الفضة الكبير في هذا الهدف يعود ليوسف السنيان الذي أبلي بلاء حسنا وهو يجتاز كما تشاهدون الآن على الشاشة من لاعب وآخر ويحاولوا يطيحوه ويرفعوا حلوة وتتحط أحلى وتتحط المرمى ويسجل المنتخب السعودي هدفه الأول، يسجل له ماجد عبد الله، ماجد أحمد عبد الله يسجل الهدف السعودي في الدقيقة 40 تقريبا من الشوط الثاني